السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أعز أحبابي وأعز إخوات ليا. النهاردة يوم مختلف وفيديو مختلف جدا. اتفاجئت النهاردة بأحفادي، ربنا يبارك لي فيهم يا رب. جايبين لي تورتاية وجايين، أنا كنت ناسي أصلا إن هو عيد ميلادي، لقيتهم جايبينها وبيحتفلوا معايا، بيقولوا كل سنة وأنت طيبة يا تيتا. أنا بقيت مبسوطة أوي أوي أوي، مبسوطة جدا. هما افتكروني وجم يعني لمحة بسيطة قوي منهم، وربنا يبارك لي فيهم يا رب ويخليهم لي دايما كده، واسعدهم يا رب العالمين قد هم ما بيسعدوني بالمواقف البسيطة دي. جايبين لي تورتاية، ربنا يحميهم لي يا رب. وجايين والله، جم فجأة، انا ما كنتش عاملة حسابي لأي حاجة خالص. هم جم لقيتهم جايبين العلبة، وزيك يا تيتا وكل سنة وانت طيبة، في ايه النهارده عيد ميلادك، ربنا ما يحرمني منهم ابدا. دي رهف بنتي، ربنا يبارك لي فيهم يا رب العالمين، ويسعدهم ربنا قد ما اسعدوني. وده اخوها، ربنا يحميهم. هما الاثنين جابوها، حلاوتها بقى اللي هما جابوهم الاثنين من مصروفهم، يعني هما حبوا يعملوا لهم فجأة، بس بقيت مبسوطه بيها جدا واسعدت بيها. ربنا يبارك لي فيهم يا رب ويسعدهم. ده فيديو خاص بس انا حبيت تشاركوني. ربنا يبارك وكل سنه وانتم طيبين، وسنه جديده جايه هتبقى باذن الله بالخير والسعاده للجميع. وفكروني ان انا كبرت سنه، يعني هم دلوقتي هم على قد ما انا سعدت على قد ما انا قلت كبرت سنه، بس انا بحبهم جدا وربنا يبارك لي فيهم يا رب ويسعد ايامهم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.